مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مباشره على الهواء من بيروح رياضيه عبر الان بي ان. مع انتهاء الاسبوع الثاني من الدوري اللبناني لكره القدم، وايضا يعني المرحله الثانيه من هذا الدوري انتهت بمباراه قمه كان الكل يتابعها بين النجمه والعاد. انتهت بفوز النجمه بهدفين لهدف، ايضا عده مباريات شهدتها هذه الجوله. ولكن قبل أن نبحر يعني في القسم الأخير من هذه الحلقة للحديث عن أبرز النتائج على الصعيد المحلي وأيضا البطولات العالمية، لابد أن نخصص هذه الحلقة أو خصصنا جزء كبير من هذه الحلقة للحديث عن الشمال وعن نادي طرابلس الرياضي تحديدا ومدينة طرابلس بالنسبة للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. واسمحوا لي أن أرحب معي في هذه الحلقة برئيس نادي طرابلس الرياضي الأستاذ ظافر كبار، الذي شرفني بحضوره من الشمال من طرابلس إلى بيروت ليكون معنا في هذه الحلقة. أستاذ ظافر مساء الخير وأهلا وسهلا فيك باستديوهاتنا بالان بي ان. مساء النور، وهذا شرف لنا نكون ضيف عنكم بالحلقة وتكون أول إطلالة لنادي طرابلس الموسم الحالي على شاشة تلفزيون الان بي ان. بقى نحن بنشكركم للاهتمام، وهذا شرف لنا قبل ما يكون شرف لكم. يا اهلا وسهلا فيك، وبرجع بجدد شكري لك، بعرف المسافه الطويله بهيدا الوقت وبهيدا الطقس كمان، فبشكرك على حضورك. خليني بلش معك من الاخير، مباراتكم الاخيره مع نادي الشباب الساحل اللي كانت بالامس وانتهت بالتعادل، كانت الاحد وانتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي نقطه لطرابلس نقطه لشباب الساحل. كيف رضاكم عن هذا اللقاء؟ لا شك انه نادي شباب الساحل نادي له وجوده بالسداسية الفرق الاوائل طبعا، والفريق ساحل ادى اداء جدا رائع وكان له السيطرة بالشوط الاول من المباراة. نحن قدرنا عملنا كذا فرصة، ولكن المهاجم اللي عندنا فؤاد عيد ضيع التركيز على المرمى، لهيك راحت من الفرص. رغم انه الكل كان بيعتبر يمكن انه الساحل هو المرجح كان اكثر انه يربح بهذه المباراة. صح. ونحن بالشوط الثاني يعني كانت سيطرة الساحل على الكرة وكانت شوي خطرة على مرمانا، بس نحن الفريق لعب بطريقة يحافظ، وكان في تكتيك كتير عالي لنقدر نحافظ على مجريات المباراة ونمنع فريق الساحل يشكل خطورة على المرمى. ونجحتوا بهذا الشيء، ونجحنا بهذا الشيء، وبالتالي النقطة مثل ثلاث نقط أو أول نقطة بهذا الموسم بعد الخسارة الأولى بعد أمام البرج، كانت الخسارة الأولى. صح. فبالتالي اليوم النقطة هذه مهمة جدا لنادي طرابلس. لما أحكي عن نادي طرابلس، لما أحكي عن الشمال، أحكي عن نادي عريق يمثل ما يمثل شريحة واسعة وكبيرة من أبناء لبنان، بوجودك على رأس هذا الفريق اليوم قبل بداية الموسم، كيف كانت التحضيرات؟ شو الأهداف اللي حطيتوها قدامكم قبل انطلاقة هذا الموسم؟ لأعرف منك أكثر اليوم عن الهدف اللي رسمينه، هل تبقوا بالأولى تنافسوا على سداسية الأوائل؟ شو الهدف اللي حطيتوه؟ ولكن بلشت من الاستعدادات. أول شيء رح نحكي عن التحضيرات قبل إطلاق الموسم. لا شك نحن طالعين من الموسم الماضي كان الفريق والنادي بمرحلة خطيرة. الحمد لله قدرنا عملنا إنجاز جدا كبير، حافظنا على الفريق بآخر الدوري وفرضنا وجودنا بالدرجة الأولى، وكان في روح تحدي وروح قتالية عالية عند اللاعبين، رغم أنه البعض منهم كان مصاب رغم الإصابة تبعيته. وبذكر أنا كان الدكتور بلال حساني قال لي أنه هذا اللاعب عنده هيدي الإصابة يفضل يرتاح، كان اللاعب يرفض يرتاح ويقول بدي ألعب لآخر نفس. والحمد لله قدرنا بقينا بالدرجة الأولى. وهون أنا اسمح لي وجه تحية لكابتن فادي عياد، لمدير الفريق السابق غسان العبد، ولكل الأشخاص اللي كانوا بالمرحلة السابقة، وأكيد الشكر الكبير للاعبين لحافظوا على الفريق بالدرجة الأولى. وطلعنا من موسم كنا ضعاف، طلعنا منه قوية.
هيدا الشيء شكل لدى الإدارة الجديدة، لأن نحن فتنا بمرحلة انتقالية، نعم. إدارة سابقة وإدارة جديدة، شكل هذا الشيء عنصر قوة وزخم للإدارة الجديدة، أنه نحن لازم ننطلق بالموسم قبل بوقت. لهيك نادي طرابلس كان أول فريق بالدرجة الأولى يطلق التمارين التحضيرية. نحن بتذكر بلشنا ب 14 أو 15 أيار، وفتنا بمرحلة تحضيرية، وكان الكابتن المشكور أسامة صقر بلش تحضير الفريق، بلش العمل على اللاعبين القدامى وجهوزيتهم، قدرنا نحدد النقص اللي بدنا اياه للفريق لنبني تشكيلة فريق متكاملة. ما بخفي عليك الهدف كان تبعي استقطاب لاعبين من المحيط، من طرابلس اولا، من الشمال يعني، من القرى القريبة اللي قلنا، من الشمال حتى وصلنا لعكار، وعنا الحمد لله لاعبين من عكار ولاعبين من جميع المناطق الشمالية، لأنه هذا النادي يحمل صورة شمالية، وأنا أفضل أن تكون الفرصة للاعب الشمالي. المواهب الموجودة الكبيرة بكرة القدم بالشمال تتيح لنادي طرابلس أن يكون النافذة لهيدي اللاعبين للدخول إليها، والحمد لله الله وفقنا، قدرنا جبنا لاعبين جدد، وفي منهم الأعمار تبعيتهم صغيرة، وهلأ هن عم بيتمرنوا مع الفريق الأول، ومثل ما شفت بالمباراتين الأولانية كان الأداء أنا بنظري كتير جيد. كنت عم تواجه صعوبة بإقناع اللاعبين ليلعبوا لنادي طرابلس، ولا كنت عم تشوف إقبال منهم ليلعبوا مع الفريق؟ صدقني ما كنت عم لقي صعوبة أبداً، لأنه كان يجي لعندي الشخص هو طامح ينضم لنادي طرابلس، ونحن نادي الحمد لله محبوب من المحيط، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. يعني أنا بتشكر رؤساء الأندية كلهم، نادي الاجتماعي، أندية الدرجة الثالثة الرابعة، كانوا هني يتواصلوا معي يقولوا لي ريس أنت عندك نقص بهذا المركز، عنا لعيب اثنين ثلاثة نحن مستعدين نقدمهم لنادي طرابلس، هذا النادي نحن بدنا ندعمه. بتعرف انت الدعم ليس فقط بالمال، اوقات الانسان الدعم المعنوي اللي بيحصل عليه بتكون قيمته اكثر من المال، ويمكن بيعطيك قوة اكثر. لمست حب من يعني هذا الحضن، خليني اقول في حضن طرابلسي شمالي حاضن هالفريق، وقت اللي بيكون في باب للمساعدة عم بيكونوا موجودين عم بيساعدوا. اسمح لي افصل هذا الموضوع لشقين. انا اذا بدي احكي على الاندية المحيطة او على عالم كرة القدم، نادي طرابلس يحظى بالدعم من الاندية الجوار، ان كان درجة تانية او تالتي او رابعة، اكيد هذا الشيء. الدعم التاني اللي هو اللي نحن كنا بنتوقعه من المجتمع، من اهالي المدينة، نحكي دعم مادي صرنا هون؟ لا مش ضروري دعم مادي، يعني الدعم استاذنا الكريم بيكون ليس فقط في المال، بمواكبة الفريق، بدعم الفريق معنويا، بتسهيل أمور الفريق. إذا أنت بتعرف الفريق جاي بده يستأجر عندك شقة، أو بده وجبات أكل، أو بده فاسيليتيز بأي محل، هون انت بتحس انه هذا النادي مدعوم معنويا او ليس مدعوم معنويا. هيدي هي النقطة، وبالتالي بفهم منك انه في عتب اليوم. انا لمست من كلامك انه هناك عتب على المحيط الطرابلسي بكيفية دعم ومساندة هذا النادي. انا اسمح لي اقول لك انه الثقافة الرياضية ضعيفة في طرابلس والشمال. أنا بتذكر من زمان البلديات كانت النادي اللي موجود بكل ضيعة أو بكل مدينة يكون البلدية والجمعيات الداعم لبقاء هذا النادي والحفاظ عليه، ولما النادي بيكون بحاجة لأي دعم أو أي فاسيليتي بمكان ما بتلاقي مسنود، وهذا الشيء بيؤدي لاستمرارية النادي.
يمكن المدينة تختلف شوي لأنها كبيرة، بس أنا بقولها وبكل جرأة بقولها إيه نعم، نادي طرابلس لا يحظى بالدعم المطلوب من المحيط كنادي درجة أولى ونادي شمالي وحيد في مصافي الأندية الدرجة الأولى. لأن نحن هلأ بنعرف النادي الشقيق اللي هو نادي السلام صغرتا هو درجة تانية، فبقي نادي طرابلس هو النادي الوحيد شماليا. طيب استاذ ظافر، يعني انطلاقا من اللي انت عم تحكيه واحكي عن مدينه بحجم مدينه طرابلس تمثل الشمال وتمثل، واليوم الاستثمار الرياضي، هناك مشكله في الاستثمار الرياضي في طرابلس تحديدا، انه على صعيد الاستثمار في الانديه او دعم الانديه او دعم المشاريع. بس بدي زيدك يعني هون بالموضوع، انه من فتره كان ضيفي كابتن احمد مغربي هون. صحيح. وحكي عن المشروع اللي هو عم بيقوم فيه الأكاديمية والطموح يلي عم يعني لقله كيف بده يوصل بالأكاديمية لمطرح بعيد، وهو مثال حي يمكن عن نجاح الاستثمار بالرياضة. صح. كيف شايف الاستثمار الرياضي في طرابلس؟ هلا نحن بنظرنا الرياضة ليست استثمار، ولم تكن يوما استثمار، ونحن ما منفكر بالرياضة بالاستثمار. من منطلقنا الرياضة هي عمل اجتماعي يهدف لإعداد جيل جديد لاعبين محترفين، لنقدر نفتح لهم مجال بعالم الرياضة ليطلعوا من المناطق الشعبية لأندية محترفة يأمنوا مستقبلهم. لا شك أنه المشروع الذي قام فيه الممول جمال عثمان، صحيح، اللي أحمد مغربي هو عم يديره، هذا مشروع استثمار وليس نادي. نحن نادي بيجوا لعنا الفئات العمرية وبيجوا عنا الصغار، نحن بنعطيهم مصاري ليتنقلوا، نحن بنشتري لهم التياب، نحن بنصرف عليهم، نحن بنساعدهم بالمدارس، نحن بنأمن لهم شغلات ليستمروا. غير مشاريع اللي مثل الأكاديميات ومثل هول مشاريع أنت بتاخد ابنك بتسجله هونيك بتدفع عليه مصاري، سو هونيك بزنس. نحن منا بزنس، نحن ما بيجينا مصاري من ولا لاعب، هذا الفرق. بقى أنا إذا بدي أحكي على كلمة استثمار رياضي، صحيح في استثمار رياضي ويحق الاستثمار الرياضي لأي شخص، ولكن نحن منا مشروع استثمار رياضي نهائيا. ابدا ابدا. نعم. طيب حارتاح انا وياك شوي استاذ ظافر، خلينا نشوف بما انه عم نحكي عن الدوري اللبناني لكره القدم والمرحله الثانيه من الدوري القمه اللي كانت عم تجمع العهد والنجمه على ملعب فؤاد شهاب. طبعا هذا الاسبوع اقيمت المباريات، كل المباريات بدون جمهور، بطلب يعني بتعميم طوارئ صدر على الاتحاد اللبناني لكره القدم، بطلب من القوى الأمنية نتيجة ظروف معينة كانت في البلاد، على أمل أن لا تتكرر هذه الأمور، لأنه نكهة الملاعب هي الجماهير. حنمر نشوف قمة الأسبوع الثاني، النجمة يفوز على العهد 2-1. كوراني على صفرة الحكم، عم يتقدم، عم يلعب الكرة أرضية، عم ترتد الخطورة، خليل بدر، بيكون كتير تقيل أمام شباك فريق العهد، وعم بيسجل أول الأهداف. قاسم الحاسم عم يحسم الدربكة اللي حصلت داخل منطقة الجزاء، وعم يحول الكرة إلى الشباك، وعم يعلن عن أول الأهداف لفريق النجمة. بالفعل بداية مثالية للكتيب النجموية. قاسم الزين عم يهديهم الهدف الأول بعد الكرة العرضية وبعد الركلة الحرة اللي نفذها حسن كوراني. عم شوف بالإعادة صادق لعبة، جيلسون حاول يوصلها، تابعت الكرة من ماهر صبرا، ودائما قلبي الدفاع هن قلبي الهجوم، هن القلب النابض. اولا ماهر صبرا امام الصفا، اولا ماهر صبرا على مصطفى مطر، وثانيا قاسم الزين كان عم بيسجل. رائع جدا فريق النجمه، بدايه ولا اروع للنبيذه، الضغط النجماوي اسفر عن هدف اول. منطقه جزاء الملكي بيبعدها مهدي الزين، الله، وان تاتش حلوه من مهدي الكوراني بده يسدد.
الشوط الثاني. كل رائع، هدف الأجمل للنجم الموسم. شو الهدف الرائع الكوراني، شو عمل؟ وبالنهاية ديما كمل، ديما طيبة، ديما سجل، ديما هز، ومشاعر النجموية كلها عم تهتز بهاللحظات. الكوراني يلي عمل شغل كتير حلو، يا ريت دخلت كرة الكوراني كانت أجمل بكتير. وزكي كتير أخذ الكرة، لعبها لوب، والعارضة كانت موجودة. شوفوا شو عمل كوراني، الله، رجع لعبها هون محمد صابدي، وديما عم بتابع. 2-0، خربطت الدورة كلها عند مدير الفني لفريق العهد. شو بده يعمل؟ ما كان بيتوقع ابدا يتلقى فريقه هدف ثاني، هدف سريع. الكوراني كمان مره، الله الله يا كوراني شو حلوه، صادق شو عم تعمل. وديما يلي عم بيكمل الهدف الاول للاعب الاوكراني، والشباك عم تهتز، النجمه عم يرفع النتيجه ل 2-0. وفرجينا هالشيء، كره هون علي السبع بيبعدها، ما زالت مع فرصة، 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 جول 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 للعهد. جول عم بيرجع فريق العهد لجو المباراة، عم بيخلي العهد يرجع يقول أنا بطل لبنان، أنا هون. 1-2 النتيجة. شو هالمباراة الحلوة المليئة بالأهداف، مباراة حلوة، الجمهور عم بيتابعها. بنرجع بنشوف بالإعادة شو صار، السبع أبعدها أول مرة. هون أبو حشيش سدد، الكرة هون اصطدمت، ومطالبة من فريق النجمة بلمسة يد على أحد لاعبي فريق العهد. نرجع بنشوف التسديدة، الكرة هون اصطدمت بإيده لوليد شور. نرجع بنشوف بالإعادة، واضح الاصطدام بايده لوليد. الكاميرا اللي قبلها بلكي اوضح بتكون. ورجعت هيئت والصفر النهائي بتعلن فوز النجمي على العهد 2-1 بهالقمه. طبعا 3 نقاط غالية جدا لنادي النجمي لما تكون على الغريم ببلاد الدوري، تحسب ب6 نقاط. استاذ ظافر، ما تابعت اللقاء هيدا؟ انت كان عندك لقاء طرابلس، صح، طرابلس وشباب الساحل بملعب المرداشيه. كيف شايف اوضاع الملاعب في لبنان؟ عم نشوف ملعب بلديه جوني، ملعب المرداشيه اللي لعبتوا عليه، ومدينه طرابلس يمكن اليوم تمتلك افضل ملعب بالدوري حاليا، اللي هو ملعب طرابلس البلدي، ملعب الرئيس رشيد كرامي بعشوه الطبيعي. كيف شايف واقع الملاعب في لبنان في ظل غياب المدينه الرياضيه وملعب صيدا وملعب طرابلس الاولمبي واللائحه تطول؟ لا شك انه نحن نواجه مشكله ملاعب، يعني والاتحاد يشعر انه في مشكله كبيره، صح، اللي هي مشكله الملاعب. وبدايه الموسم كان في اجتماعات بين الانديه والاتحاد، وحتى مع دوله الرئيس نجيب ميقاتي، ومع الوزير جورج كليس، مع مدير المنشآت الأستاذ محمد عويدات، لنشوف كيف فينا نلاقي صيغة للمدينة الرياضية، للملعب الأولمبي بطرابلس، لنقدر هالملاعب تدخل ضمن نشاط كرة القدم للدوري اللبناني. بس في صعوبة كبيرة كبيرة لهذا الأمر، لهيك نحن ما بقى في إلنا إلا الملاعب الموجودة حاليا اللي نحن عم نعمل جهد كبير للحفاظ عليها. أنا بحكي عن ملعب بلدية طرابلس، ملعب رشيد كرامي الدولي، فينا نقول ملعب طرابلس هو من أهم ملاعب لبنان، لأنه العشب طبيعي. ومشكورة بلدية طرابلس قدرت حافظت على هذا الملعب على مر الزمان، يعني الملعب صار سنين من وقت أبو حلمي أو الله يرحمه لحديت هلأ. السالة هلأ هو الأفضل في لبنان، بس ملعب طرابلس لا يكفي، لا يكفي أهل المدينة. يعني بكل صراحة نحن نادي طرابلس النادي الوحيد درجة أولى، لازم يكون عنده بريفليج، عنده امتياز، صح،
بالملعب البلدي يلعب عليه ويتمرن عليه. نملك هذا الامتياز لسبب انه هو الملعب الوحيد، عدد الانديه كثيره، تقسيم الادوار بين الانديه، انت ما عم تقدر تاخذ حصه الاسد. مشكورين عم بيقدروا يعطونا وقت معين، ولكن هذا الوقت لا يكفي لنادي بحجم نادي طرابلس. في الملعبين اللي انشئوا مؤخرا واللي عم يصير عليهم مباراه اني عشب اصطناعي، بس الحجم الهائل للانديه في الشمال الضغط على الملعب اكبر من قدره ما في الاستيعاب ما في استيعاب. ولكن حتى ذلك انه اليوم لما يكون عندك انت نادي ممثل طرابلس في الدرجه الاولى، هو نادي طرابلس من المفترض ان يكون له امتياز معين انه يقدر يلعب ساعه اللي بده على هذا الملعب، يعني يتمرن ساعه اللي بده على هذا الملعب. يعني نحن هذا تواصلتوا مع رئيس البلديه، يعني اول شيء رئيس البلديه هو عضو اتحاد فوتبول سابق، اول شيء رئيس البلديه اللي هو الحاج احمد امر الدين، هو يفقه بكره القدم اكثر منا بكثير، وبيعرف حاجتنا للملعب بدون ما نحن نطلب. بس لازم يخصص لنادي طرابلس حصة خاصة في الملعب البلدي للفئات العمرية وللفريق الأول، لنقدر نحن نتمرن، لنقدر نعطي نتيجة. طالما نادي طرابلس يسوى مثله مثل بقية الأندية، هذا أنا يعد ظلم للنادي. نحن بنعرف الضغط اللي البلدية عليا من قبل جميع الأندية انه نحن بدنا نلعب على الملعب البلدي وعلى الثلاث ملاعب الموجودين، بس نحن نتمنى من البلدية ومن رئيس البلدية انه يكون في لنادي طرابلس نظرة خاصة. خلي بس ننزل نحن درجة تانية ويطلع حدا غيرنا درجة اولى، خلي الامتياز للنادي اللي هو درجة الاولى. نحن ما عم ناخذ الموضوع شخصي، نحن عم ناخذ الموضوع بصورته الحقيقية. نادي درجة اولى لازم يحصل على حصة الدرجة الأولى. هذا المنطق والعرف بيقول. طيب اليوم النادي كنادي طرابلس، لما نحكي عن النادي بيمثل مدينة وموجود داخل المدينة ومدينة مهمة جدا كمدينة طرابلس في الشمال، كيف هي العلاقة مع أهل المدينة اليوم اللي هن بشكله أيضا عصب حقيقي ودافع وداعم للنادي بأوقات المنافسة، إن كان بمباريات دوري مباريات الكأس، سابقا كان موجود بكأس الاتحاد الآسيوي صحيح فيعني بال2015 ايه؟ وانا كنت امين سر النادي بهذا الوقت. العلاقه، وهلا بدي اسالك عن هذه المرحله وهل يمكن العوده الى هذه المرحله قريبا، ولكن خليني ابلش معك من العلاقه مع اهل المدينه كيف قبل ما اطلع على الفاصل. العلاقه مع اهل المدينه، كلنا بنعرف انه كره القدم هي لعبه شعبيه وتولد من المناطق الشعبيه. نحن في المناطق الشعبية نحن نادي له الاحترام والمحبة والمتابعة والدعم التام. يعني أخبار نادي طرابلس بتسمع بالأزقة، بتسمع بالأماكن الشعبية، بتسمع بالأندية الصغيرة، ولكن لما بتطلع للمدينة بتحس المدينة ما بتعرف إنه في نادي اسمه نادي طرابلس. أه. شو السبب؟ السبب هو الثقافة الرياضية. يعني نحن ما فينا نقول للعالم تعوا تابعونا، لازم العالم هي يكون عندها الثقافة الرياضية لتعرف هيدي المدينة شو عندها أندية درجة الأولى، وليس فقط في كرة القدم. ولما بيشوفوا هن أنه في نادي يحمل اسم المدينة والغيرة كل شخص على مدينته، لازم يولد عندهم نوع من الانتماء للنادي ونوع من الشعور الداخلي انه انا لازم ادعم هيدا النادي معنويا، ولازم واكب النادي، ولازم لما يكون في عندي ماتش للنادي عم بيلعبه شوف، اذا منقول على التيفي احضره، اذا منو منقول على التيفي انزل على الملعب البلدي واحضر ماتشات هذا الفريق. لما الفريق بيكون عم بيلعب وبيلاقي على المدرج أهل المدينة عم تحضر من جميع الفئات، بتغير كل شيء. بيتغير كل شيء. صحيح. يعني نحن بنعمل أناونسمنت، نحن بنعمل إعلام إنه نحن عنا مباراة هذا اليوم على الفيسبوك، على شبكات التواصل، على الواتساب. بنحاول قد ما فينا لأكبر شريحة نوصل الرسالة إنه هذا الفريق عم بيلعب اليوم الفلاني بالمنطقة الفلانية.
طيب ما فيك تجبر العالم ليروحوا يحضروا، بدها العالم هي تندفع. برأيك مش النتائج كمان بتجيب الجمهور؟ النتائج أكيد بتجيب جمهور، والنادي اللي بيعمل نتيجة أكيد رح يكون في فولورز له، ونحن هذا اللي نحن بنطمح له واللي عم نشتغل عليه. وأنا اللي شفته بأول مباراتين أنا أستبشر خيرا، لأنه أنت لعبت مع فريقين إن كان البرج أو الساحل. ولا الساحل هن فرق فرضوا حالهم بالسودسية الأوائل، ونحن في فريق خسرنا قدامه لأنه كانت الفرص ضعيفة. الفريق الثاني نحن تعادلنا معه وحافظنا على مركزنا. يعني الفريق أنا اسمح لي أقول لك أنه هو بخير ولح يكون فريق رقم صعب هيدي السنة. بس بدي أقول لك اليوم يعني مثلا لو نادي طرابلس لما يلعب مبارياته على أرضه، ما بعرف إذا في حيلعبوا على أرضه أكيد نحن في كم مباراة لح تكون على أرضنا بهيدي الفترة. إنه عم بتخيل لو عم بيلعب مثلا نادي طرابلس على أرضه وبحضور كامل جماهير أهل طرابلس، بعتقد ما بيخسر ولا مباراة نادي طرابلس. هذا هو اللي نحن بنتمناه. يعني نحن عم نحاول قد ما فينا الثقافة الرياضية ننشرها بالمدينة. وانا لما بقول انه للاسف ما في ثقافه رياضيه ما معناتها انه نحن استسلمنا. لا، نحن بدنا نشتغل لنعزز هيدي الثقافه الرياضيه لنوصل لمحل نروح على المدرجات نلاقي في ناس من جميع الاطياف عم تدعم هيدا النادي. وهذا هو النادي اللي انا بطلب الدعم له. انا لا اطلب الدعم المالي، ولما انا بقول اريد دعم نادي طرابلس انا اريد الدعم المعنوي. انا بدي مسانده النادي. حطلع الفاصل، بعد الفاصل استاذ ظافر حنكفي حوارنا نحن وياك عن نادي طرابلس وعن دوري اللبناني، المباريات المقبله، الطموحات الموجوده. بعد الفاصل خليكم معنا مشاهدينا الكرام. برحب فيكم من جديد مشاهدينا الى بروح رياضيه، وبجدد ترحيبي بضيفي رئيس نادي طرابلس الرياضي الاستاذ ظافر كباره، ضيفي في هذه الحلقه الحديث عن نادي طرابلس الرياضي. استاذ ظافر مساء الخير مره جديده. يظلم نادي طرابلس لأنه بالمدينة أيضا هناك مشجعين للنجمي ومشجعين للأنصار بياخذوا من حصة النادي برأيك؟ التنوع دايما ما بيكون ظلم. وأنا اللي بيبسطني بعض الأحيان أنه بتلاقي أشخاص بتقلك أنه أنتوا رح تلعبوا هيدا الأحد، بنقول لهم إيه، لكن نحن مشجعينكم. الأحد الثاني الماتش للنجمة، لا نحن منشجع النجمة. يعني أنا اسمح لي أعطي مثال حي. أنا بنتي مثلا بتشجع نادي النجمة، بتقلي أنا بحب نادي طرابلس وبيكي من نادي طرابلس بس أنا بحب نادي النجمة. بهذا دليل عافية. ما حدا بياخد من حصة التاني بالحياة. أنت بمجهودك وبحضورك أنت بتاخد الحصة اللي أنت تستحقها. على العموم النادي مثل نادي النجمي مثل نادي الانصار لعب لهم عدد كبير من اللاعبين من مدينه طرابلس، يعني وشكلوا كانوا نواه صحيح لبطولات حققها الناديين. يعني هناك لطرابلس فضل ايضا على هذه النوادي. الانديه الابطال بالدرجه الاولى، الانديه الشقيقه مثل نادي النجمي مثل نادي العهد مثل نادي الانصار، في لهم حب لكل شخص يعشق كرة القدم. أوقات اللعب هو بيجذبك للفريق وبيخلق عندك نوع من الحب له، وتصير أنت بدون ما تشعر بتصير أنت منتمي. مشجع منتمي ومنتمي النادي. ومتابع لهذا الفريق. هون أنا بوصل لهدف أنه أنا لازم حقق إنجازات، لازم الفريق يعطي أداء جدا عالي لتبلش العالم تتابعه وتصير مشجعة وتكبر رابطة الجمهور لهذا الفريق. ما فيني أنا إجي عند نادي شقيق قل له أعطيني جمهورك أو خد جمهوري، لا، الجمهور منه لوحده بيجي. نحن عنا جمهورنا وعنا محبينا وعنا متابعينا، يمكن ما بتلاقيهم كتير على التي في او بالمدرجات لاسباب شوي اقتصاديه. مع العلم يمكن اذا بتقول قد حق التذكره بتقلي حق التذكره منا شيء، بس نحن الاحياء الشعبيه لما الواحد بده يروح يحضر مباراه كره قدم
بتلاقي أخذ مرته وولاده معه، صار مبلغ كبير، صار مبلغ. لهيك نحن ما فينا نيجي نقول إنه والله هي ما في حدا على المدرجات، يعني ما في جمهور لنادي طرابلس. لا، في جمهور وفي أهل له بالأحياء الشعبية عم بتتابع هذا الفريق. منو غلط الشخص يتابع ويكون يشجع فريقين بنفس الوقت، وإن شاء الله يكون هذا التشجيع نابع عن روح رياضية وليس لأسباب أخرى. لهيك لنقدر نحافظ على الروح الرياضية، تكون مثل هذا البرنامج بروح رياضية. عم بقول لك مثل هذا البرنامج، مثل لأنه عم نحكي عن روح رياضية وعم نحكي عن مدينة طرابلس، بدي أرجع انتقل من هيك لملعب طرابلس لنشوف أيضا مباراة الأنصار والحكمة يلي كانت أيضا ضمن الأسبوع الثاني، والفوز الأول للأنصار بعد التعثر في الجولة الأولى أمام الأهلي النبطية. اليوم أنصار نهار السبت كان عم يفوز 2-1 على نادي الحكمة ويحقق فوزه الأول في هذا الدوري. كرة من الملكة على الجهة اليسرى مجددا لعند عبد الله عيش، معتوق حلو كتير هالكرة من المعتوق، جول! ما تغير شيء أبدا، ما تغير شيء أبدا. الحج مالك ملك منطقة الجزاء مرة جديدة عم يظهر ليسجل على كرة من المعتوق. هالأمر يلي شفناه بالمباراة الماضية أمام الأهلي النبطية، هالأمر يلي شفناه بالموسم الماضي بملعب أمين عبد النور بحمدون وبالأسبوع التاسع تحديدا عندما الحج مالك سجل هدف الفوز للأنصار بمرمى الحكمة بالدقيقة 80. شوفوا الكرة الرأسية هون، أحمد كعور يسأل عن الكرة الأخيرة، لكن رأسية الحج مالك كانت خاطفة قوية بالتأكيد بالشباك الحكموية، حلم كتير من المعتوق، فاجأ الجميع، تخطى الموسى ولعب الكرة العرضية. ما معقول كيف نظر المعتوق، يا مهندس يا فنان يا لعيب يا رهيب، بأي طريقة المعتوق وجد الحج مالك ولقى الحج مالك، والحج مالك دائما بيلاقي الطريق إلى الشباك مع مجموعة من الأسماء المميزة جدا. كرة ملعوبة هون للأمام، حلوة كتير، جول! ديالو كان لحاله داخل منطقة الجزاء وقدر يهز الشباك على غفلة من نزيه أسعد. ديالو لحاله، وين دفاع الأنصار؟ هيدا الأمر يلي عم يسألوه الجمهور، ليه ديالو كان لحاله وقدر يسجل؟ شوفوا الكرة الأمامية كيف هرب ديالو بظهر الدفاع، أدرامي بسهولة تامة سرق الهدف وأز الشباك. كرة ممتازة من زاهر حسن يلي عم يقدم مباراة جيدة. يعقوبة دومبيا مالله خطأ، أشد كتير بيعقوبة دومبيا، لكن غريب الكرة كيف فرت عنه، كيف فقد توازنه الملكي أيضا متأخر على أدرامي. ديالو خطأ مزدوج، أمامية خاطئة بتروح لصالح فريق الأنصار مع المعتوق بيلعب الكرة على حدود منطقة الجزاء، جول! رائع الجول، من الأهداف الحلوة، من الأهداف الرائعة جدا جدا جدا. عم يضرب بهالوقت فوديل بوشنطوف إدريس لاعب الجزائر البلجيكي يلي عم بيسجل هدف حلو كتير. هون عم نشوف الهدف بداية 69، ما بيقدر يعمل لها شيء ابدا. احمد كعور المعتوق عمل شغل، المعتوق عطى اول اسيست، المعتوق عطى ثاني اسيست، وشوفوا فوديل كيف حضرها وكيف سددها وكيف سجلها وكيف عطى التقدم لفريق الانصار. حلوه كتير على الطريقه البرازيليه. طبعا شفنا أرضية ملعب طرابلس وملعب طرابلس البلدي اللي حيكون أيضا واجهة مهمة لهذا الموسم، خاصة بالنسبة لمباريات الدرجة الأولى. مسألة كأس الاتحاد الآسيوي والمشاركات الآسيوية حتى الآن بعتقد لم تحسم بعد، والأرجح أن تكون المشاركة الآسيوية اللبنانية خارج لبنان. أستاذ ظافر، حكينا عن أيام كأس الاتحاد الآسيوي لما كان طرابلس بكأس الاتحاد، لما شارك بكأس الاتحاد الآسيوي، ولماذا أصبح بعيدا عن كأس الاتحاد اليوم النادي؟ شو تغير من 2015؟ كثير اشي تغيرت، بس انه شو تغير بالبلد؟ كل شيء تغير. يسلم تمك، كل شيء تغير بالبلد. 2015 انا اذكر انه كنت امين سر نادي طرابلس، وانا بموقعي ك
مدير القطاع الرياضي بجمعية العزم، هو الداعم الأول والأخير والوحيد لنادي طرابلس، والحمد لله حقق النادي الانتصار بالكاس، وفقتنا نحن على المشاركة بالاتحاد الآسيوي. أذكر تماما إجا شخص من الفيفا من الأردن للكشف على ملعب نادي طرابلس والموافقة عليه لنقدر نستضيف ويكون الملعب المعتمد. بأول زيارة ميدانية للملعب معه ورقة شيت فيها البنود اللي لازم الملعب يكون مجهز لها، بحط عليها موجود مش موجود، موجود مش موجود. الحمد لله لم يكن شيئا موجودا إلا العشب بالأرض. قال لي كيف بدكم تستضيفوا الملعب حالته؟ بدك غرف صحافة، بدك غرف طبيبة، بدك الملابس، بدك 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 بدك. قلت له قدم لي ليستا شو المطلوب واعطينا خي جمعة 10 أيام ورجع شوف على الملعب وقل لي إذا مطابق ولا غير مطابق. لمس عنا النية إنه نحن نعمل مستحيل ليكون اللعب على ملعب طرابلس البلدي. كان مشكور سيد منعم من الأردن، ساعدنا ونورنا على المطلوب، شكلنا خلية طوارئ دغري مع بلدية طرابلس وعلى رأسها الحاج أحمد أمر الدين اللي كان هو نائب رئيس البلدية، وكان في هذا الوقت رئيس النادي وليد أمر الدين، الحاج وليد أمر الدين، ومعروفين بيت أمر الدين تاريخهم بالرياضة. حطينا خطة عمل سريعة لتجهيز الملعب بالكامل بالمواصفات الآسيوية ليعتمد للفيفا، وسبحان الله كان التيسير يعني من رب العالمين، وكانت الأمور جدا سريعة، وقدرنا ندهن، قدرنا نجهز الغرف، قدرنا نبني غرف، قدرنا نفصل غرف، قدرنا نعمل مدرجات، قدرنا نعمل كل شيء بسرعة هائلة. بتذكر لما رجع الشخص ليكشف على الملعب ما صدق أنه هذا الملعب اللي شافه أول شيء. وصلنا لستاندر المطلوب، نحن لا ما وصلنا لملعب بالمواصفات المتكاملة، بس وصلنا للستاندر المطلوب للممكن، جبتوا الممكن يعني، جبنا الحد الأدنى لنستضيف، والحمد لله قدرنا استضفنا. خلق هذا الشيء بالمدينة، يعني أنت لما يجوا لعندك فرق من برا يلعبوا على أرضك ويكون الفريق عم بيلعب إن كان ربح ولا خسر، أنت خلقت جو رياضي بالمدينة منو طبيعي. هلا ما بخفي عليك انه نحن كان لازم نستثمر هذا النجاح لكذا سنه لقدام، لانه انت بالرياضه بعالم الرياضه، وانا زلمه رياضي قديم يمكن ماني بكره القدم بس انا بمجال الرياضه من زمان. النادي او الرياضي بتبلش المسيره النجاح تبعه من اول انجاز بيعمله، بيكون هو الحافز لينطلق ولا يعمل خطة 3-4 سنين تطور للنادي. بطبيعتنا بالبلد في عنا up and down كتير، عنا هبة سخنة وهبة باردة، هبات سخنة وهبة باردة. وبنعرف نحن الأمور اللي مرت فيها البلد، يعني الحمد لله أنا بقول إنه إسا في رياضة بهالبيت بهالبلد. طيب بدي اروح لايضا مباراه الاخيره معنا بالنسبه للدوري اللبناني لكره القدم، وهي مباراه اقيمت على ملعب العهد بين نادي الصفا ونادي الاهلي النبطي. الاهلي النبطي صاعد حديثا الى دوري الدرجه الاولى وصنع الانجاز بالمسبوع الاول لما تعادل مع الانصار. صح، كان قريب من انه يفوز على الصفا 1-0 لو ما استطاع جوردي بروين لاعب الهولندي من تسجيل هدف التعادل من ضربه حره ليعطي الصفا اول نقطه له ويمنح الأهلي النبطي تاني نقطة له بهذا الدوري. خلينا نشوف الأهلي النبطي الصفا 1-1.
غملوش بيحركها بسرعة مع حسن القاضي، بيتقدم حسن على الجهة اليمنى، حسن القاضي وفرصة للأهلي النبطية، بيدخل منطقة جزاء بيلعبها بالعرض، باجي 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 جول للأسبوع الثاني على التوالي. باجي عم بيسجل هدف جديد، باجي عم بيسجل هدف جديد لصالح فريق الأهلي النبطية. إذا باجي عم يعطي التقدم لفريقه بعد عرضية من حسن القاضي، ذاك كان محمد غملوش، ذاك كان الغملوش بسرعة تنفيذ الركلة الحرة والتمريرة لحسن القاضي الخالي من الرقابة على الجهة اليمنى، كان ذكي جدا الغملوش وكان رائع القاضي بالتحرك على الجهة اليمنى بالإعادة والدخول لمنطقة الجزاء ثم العرضية، العرضية والمتابعة من باجي داخل الشباك. جوردي رح يتقدم للتنفيذ، فهل رح ينجح بالتسجيل؟ جوردي عم بيسدد جول، جوردي بروين عم بيسجل هدف التعادل لفريق الصفا من ركلة حرة مباشرة، سدد اللاعب رقم 10 وهز الشباك. جوردي بروين عم بيسجل الهدف الصفاوي الأول لهذا الموسم. إذن جوردي عم بيسجل وعم بيعادل النتيجة لصالح فريق الصفا، أخطأ علي ظاهر بهيدي الكرة وللأسبوع الثاني على التوالي عم يتلقى علي ظاهر الهدف من ركلة حرة مباشرة بعد ما تلقى بالأسبوع الماضي من حسن جوردي معتوق. بروين جوردي حاول والكرة مقطوعة من خالد، ومع هيدي الكرة الحكم ماهر العلي عم يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين الأهلي النبطية والصفا. الأهلي النبطية كان قريب من تحقيق 3 نقاط، لكن علي ظاهر خلص مرمى فريقه من رأسية. أيضا جوردي بروين كان عم يسجل هدف التعادل لفريق الصفا وعم يمنح الصفا أولى نقاطه هذا الموسم. الصفا وبعد الخسارة الكبيرة أمام طبعا هذه المباريات بالنسبه للاسبوع الثاني من الدوري اللبناني لكره القدم. بالنسبه للنتائج الكامله يلي تم تحقيقها مثل ما ذكرنا شفنا 3 مباريات، بالاضافه الى هذه المباريات مثل ما ذكرنا عم بيكون الراسنج عم بيفوز على تضامن صور 2-1، وطرابلس عم بيتعادل مع شباب الساحل 0-0، وايضا البرج عم بيفوز على الشباب الغازيه بنتيجه 4-0 ليتصدر هو والنجمه الدوري اللبناني لكرة القدم بفارق الأهداف عن الأندية الأخرى. بالنسبة للأسبوع المقبل الأسبوع الثالث أهلي النبطية حيلعب، أو هو الأسبوع الحالي حصار يعني هلا لأنه عم نحكي نحن الثلاثة، أهلي النبطية حيلعب مع العهد بملعب حمدون نهار الجمعة، السبت الحكمة والصفا على ملعب فؤاد شهاب بجوني، تضامن صور مع النجمة على ملعب بلدية بحمدون الساعة 5 نهار السبت، الأحد البرج حيلعب مع الراسينج، والترابلس مع الشباب الغازية بملعب الصفا، وختام الأسبوع حيكون شباب الساحل شبه قمة يعني هذا الأسبوع حيكون شباب الساحل مع الأنصار نهار الأحد بملعب بلدية بحمدون. برأيك سي الظافر اليوم أنتم حطيتوا مع المدير الفني الهدف، يعني قلت له سداسية الأوائل هدفنا صح، سداسية الأواخر أم البقاء في الدرجة الأولى؟ طبيعي كل نادي بيسعى للفوز بالبطولة، ولتقدر أنت تفوز بالبطولة الدوري كلها في عناصر عديدة لازم يكون عندك إياها. أنا بكل صراحة بقول نفتقد بعض هذه العناصر لنكون من الأندية الدرجة الأولى بالمراكز الأولى، بس نحن أكيد محددين الهدف تبعنا، نحن بدنا نكون بسديسية الأوائل. نحن بنعرف أنه الفريق هو الرقم الصعب، وبنعرف نحن انه الفريق معروف عن نادي طرابلس وعن لاعبينه الروحيه تبعيتهم للحفاظ على مركزهم بالدوري. نحن من اول الطريق لما اجتمعنا مع المدرب كنا جدا صريحين معه انه نحن بدنا فريق ينافس في السداسيه الاوائل وليس يتصدر مجموعه السداسيه الاوائل، ومن هالمنطلق تم تشكيل الفريق. وانا اللي لمسته باول مباراتين انه ان شاء الله نحن اللي حيكون دورنا ان شاء الله بالسداسيه الاوائل. ومتفقين على هذا الموضوع اكيد. طيب اليوم عم تلعبوا بملاعب خارج ارضكم، مثل عندكم المباراه الجايه هي مباراه مع بملعب الصفا حتكون صح،
مع شباب الغازية، يعني انتم جايين من الشمال وهن جايين من الجنوب، تلتقوا ملعب نص الطريق وكأنه ما حدا عم بيلعب على ارضه. فيكم ملعب الصفا نحن لاعبين فيه اكيد قبل مرة، والملعب ما بيشكل لنا اي عائق ابدا ابدا. وبالنهاية نحن فريقين، يعني انا ما فيني اتمنى تكون اللعب على ارضي ويجيب نادي من اقصى الجنوب ليلعب عندي، ونفس الشيء نادي في الجنوب ما حيقبل انا روح لعنده. بقى لما الملعب بيكون بمنطقة وسطية بين الفريقين انا بعتبر هذا جدا عادل. وملعب الصفا لا يشكو من اي مشكلة، بالعكس نحن لعبنا عليه قبل هالمرة ومرتاحين للملعب. بالنسبة للفار اليوم يحكى انه بدأ تجربة الفار بملعب فؤاد شهاب، لم يتم اعطاء تصريح بعد استخدامه، ولكن بعد باطار التجربة على امل انه تكون موجودة مثلا في السداسية. كيف بتشوف دخول الفار او الفار لايت الموجود حيكون على المسابقة، على مسابقة الدوري؟ الفار واي تقنية جديدة تخدم اللعبة او تخدم اي رياضة هو شيء ايجابي. اذا نحن منواكب العصر او منواكب جميع الرياضات منلاقي صار التحكيم يعتمد على تقنية اي تي متطورة مشان ما توقع بالغلط، لانه المشكلة تخلق لما يكون في غلط، والغلط التحكيمي كارثة. عندك جمهور متعطش، جمهور اوقات يظلم الحكام. مشان نحن نطلع من هيدي المشكلة اكيد قصة الفار هي اللي حتكون جدا تساعد. هلا الاتحاد مشكور كان مفكر يطلق الفار باول الدوري، بس في مشاكل تقنية كتير كبيرة. يعني سمعت فترة انه عم يفكروا بموبايل يونت للفار متنقلة، اوقات بيقولوا لك لا بدها تتثبت بملعب معين وتكون عليها. يعني التقنية لاعتماد او ليمشي الفار شوي عم تواجه شوية صعوبة، بس بالنهاية طالما النية موجودة وطالما قطع الاتحاد والحكام شوط باعتماد الفار بالتحكيم، انا بعتبر انه نحن قطعنا اكثر من نص الطريق، وصلنا لمرحلة التنفيذ فقط لا غير. سيد ظفر، أنا وصلت لختام هذا اللقاء معك، بدي أشكرك على حضورك ويعني هذا المشوار يلي قطعته من طرابلس إلى بيروت لتكون ضيفنا في هذه الحلقة. بدي أترك لك الكلمة الأخيرة لألك توجهها لأهالي مدينة طرابلس ولأيضا جمهور نادي طرابلس والجهاز الفني واللاعبين قبل الختام نحن وياك. أنا كلمتي بوجهها أول شيء للفريق وللجهاز الفني، الأمال عليكم كتير كبيرة. نحن كإدارة نشتغل كتير، بس نحن اللي بنقدمه منه شيء قدام اللي أنتوا بتقدموه. صحيح. لهيك كل الدعم وكل الإيمان بالفريق موجود، ونطلب إن شاء الله يكون الفريق له حظوظ، لأنه نحن للأسف دايما الحظ ما بيسائبنا. ان شاء الله الحظ بيسائبنا بالمباراة الجاية، والفريق ثقة تامة فيه مع الجهاز الفني. بالمدينة انا بحب اتوجه بكلمة لمدينة طرابلس وللشمال. طرابلس والشمال يحق لها ان يكون لديها اندية الدرجة الاولى، وليس نادي وليس رياضة كرة قدم فقط. لازم يكون عندها رياضات متنوعة بالدرجة الاولى. حاليا نحن النادي الوحيد بالدرجة الاولى هو نادي طرابلس الرياضي، ونادي اسمه نادي طرابلس الرياضي. هذا اسم يجب على كل شخص وعلى كل مؤسسة وعلى كل جمعية وعلى البلدية مساندة ودعم هذا النادي. الدعم المادي أنا ما عم بطلبه، لأني بعرف الجواب مسبقا شو هو للدعم المادي. أنا أطلب الدعم المعنوي، أنا بطلب التسهيلات لأمور النادي، أنا بطلب هذا النادي يأخذ حقه فقط. ولما هو بيأخذ حقه والمدينة بتمشي وراء هذا النادي، أنا بتأكد أنه النادي ليس فقط في السوديسية الأوائل،
بس يمكن يطلع اكثر من هيك. بدي اشكرك مره جديده استاذ ظافر، اول شيء لانك لبيت دعوتي. شكرا لك، شكرا للتلفزيون. رغم المشوار الطويل برجع بعيد هلا، يا من نركز كثير على مساله المسافه الطويله، بتتمنى لك كمان رحله امنه بالعوده الى طرابلس، وبتمنى لك توفيق، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات مقبله معك بمنتصف الموسم بنهايه الموسم نشوف النتائج اللي تحققت. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم.